هون يعني كلمة واحدة بس، فيش إنسانية. أنا عشت حياتي بدون هوية مجبر، هلأ عندي أطفال، أنا إلي أكثر من 8 سنين 9 سنين بكافح مشان هوية أولادي. لإلي ولأولادي كبن على المي يعني على الزبالة. بتحسي إنه بيحاربوكي بالوهم، بال يعني باللا وجود. دقيت أبواب السفارات كلها، ما في يعني ما في. الإنسان بيخلق معه هوية. إحنا نتيجة الحروب والتهجير من بلد لبلد ضاعت الهوية بين لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين. ما في أمان.